السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم راشد ويب، جبت لكم واحد لافورماسيون تري تري انتريسونط بالنسبه للناس اللي مازال كيحلموا بالمغرب، بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو يدوزوا العيد ديالهم في المغرب، يدوزوا لي فاكونز ديالهم في المغرب. واحد الخبر جد 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 صار الاخوان، يلا شفتوا في واحد الموقع بلادي.نت. شكرا الاخ مراد اللي صيفطوا ليا، كنشكر من هذا المنبر هو اللي صيفط لي هذا الارتيكل. راه هاد لي زارتيكل الاخوان، هاد لي زانفورماسيون كيصيفطوهم لا بلوبار دو طون الناس اللي كيتبعوني، وانا من 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 جهتي كندير الابحاث ايتترا، ولكن لا بلوبار كيجيوني من عند الناس. كنشكركم كاملين كاع التفاعلات ديالكم ايتترا، لي كومونتير ديالكم، لي جيم ديالكم، ولي بارطاج ديالكم. على بركه الله الاخوان غادي نشوفوا الارتيكل كاملين اونصومبل. Donc, comme vous pouvez voir sur le site bladi.net, reprise imminente des vols de TUIF live vers le Maroc, yani les reprises d'iel, les vols ila le Maghreb, inshallah. Hadl khabara les khouan kharj le 16 juillet 2020, ma'a l'ashra, yani le barh, ma'a l'ashra, va reprendre ses vols au départ de Liège vers plusieurs destinations dont le Maroc. Yani kaynin bzaf d'iel les départs à partir de Liège vers plusieurs destinations. Yani kaynin les départs men Belgica, la ville de ليج بزاف ديال لي ديستيناسيون ومنهم لو ماروك. غنكمل الاخوان، لا كومباني ايريان بروبوز 11 ديستيناسيون فير لو ماروك، لاسباني، لا تركي اي لا غريس. يعني سمعونا الاخوان، لا كومباني ايريان كتبروبوزي 11 ديستيناسيون منهم المغرب، اسبانيا، تركيا و لا غريس اليونان. دون سو كونتكست دو كوفيد 19 ليج ايروبور ا ريورغانيزي سون تيرمينال افان دو كونفورمي aux normes sanitaires. يعني عاودوا قادوا الايروبور ديالهم باش يحترموا الناس لي نورم سانيتير. يعني داروا ديك لي سينياليتيك في الارض، وداروا لي سيباراسيون بسكوتش وداكشي باش الناس يحترموا 1 متر ديال لا ديستانس سانيتير، ودايرين دوك الزجاجات بين الناس و البيرسونيل اللي خدامين في الايروبور والبوليس ايتترا. ان شومينمون ا ايتي انستالي اي اون سينياليتيك غيدرا افيكاسمون لي باساجي جوسكو بورت d'embarquement, la distance physique sera respectée en permanence. Et yani قال لك كاين دايرين كيما قلت لكم واحد السينياليتيك في الارض اللي غتعاون الناس لي باساجي اللي غيسافروا انهم يوصلوا لا بورت دومباركمون فاسيلمون بلا ما زعما بلا ما تكون تما ان ريسك ديال انهم يتقاسوا مع بعضياتهم. يعني دايرين واحد المتر بين الناس ايتترا. المهم هادشي كامل سا رونتر دون لي نورم سانيتير. Ou bien sûr la distance physique qui m'a coûté comme sera respectée en permanence qui m'a coûté comme une année. Ratkoun a dit que la distance physique m'a pendant toute la durée de l'embarquement, etc. Le port du masque est obligatoire dans le terminal et les personnes qui accompagnent ou viennent rechercher les voyageurs sont priées de rester à l'extérieur du terminal. Il y a le masque d'arour et au obligé à les croire. Attention, tu peux te des amendes, c'est pas le masque. Ou il y a des gens qui sont venus à l'aéroport, ils sont l'aéroport, ils sont priés, l'extérieur du terminal. يعني على برا ديال الايروبور. هادشي اللي كان الاخوان. المهم نتمنى انكم استفدتوا معنا. المهم الخبر المفرح هنا الاخوان هو انه توي فلاي رجعات للسوق، يعني رجعات للمغرب، غتبقى تمشي دير لها لي غوتور لي زالي غوتور للمغرب من ليج بوغ لانستون. قال لك من ليج يعني من بلجيكا، و بيانتو ان شاء الله غادي يديروا لي فول حتى من فرنسا وايطاليا وداكشي الاخر لي بي الاخرين ان شاء الله. دونك كان معكم رشيد وبالي اخوان، نتمنى انكم استفدتوا معنا كما العاده. ما تبخلوش علينا بان بيتي لايك ان بيتي كومونتير، راه قربنا ل 10000 الاخوان. ميرسي بوكو 10000 واحد كيتبعنا. ميرسي بوكو ا فو. ا تري بيانتو. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.